قعدت تحضر قد ايه للاولمبيكس؟ مين انت؟ هو اتكلم بقى شويه اتكلم انت. عنا نحضر هدية الأولمبيكس. هو المعروف طبعا ان انت بتحضر من للأولمبيكس من الأولمبياد للأولمبياد. بس يعني سبحان الله التحضير المرة دي كان يعني انا كنت قعدت في الإصابات اكتر ما قعدت للتحضير للأولمبياد يعني. هو الحمد لله طبعا من ساعة طوكيو وكمان المسافة المرة دي كانت 3 سنين ما بين الاثنين مش 4. كتفك اتخلع طبعا بالظبط. فاكيد بتخلع بتزلني. لا يعني قصدي يعني وقفتك شويه. يعني هو كتفي بالظبط يعني ما فيش. احنا جينا نبتدي السيزون بقى جديد اللي هو بعد الاولمبياد هنبتدي سيزون ده نلعب. ما فيش قبل البطوله بالظبط بحوالي 3 اسابيع كتفي اتخلع ورحت عملت العمليه في المانيا وما لعبتش السيزون كله. لعبت اخر بطوله في السيزون كانت بطوله العالم وجبت فيها 5. ف وجينا السيزون اللي بعده يعني الحمد لله خدت اول في كاس عالم وبعد كده ثالث في البطوله اللي بعدها وبعد كده راح ما وقعت من الحصان تاني كتفي اتخلع تاني قبل اخر بطوله في السيزون. وبعد كده جينا نفس السيناريو بتاع السنتين اللي قبله سبحان الله يعني في بطوله العالم من شهرين قبل الاولمبيكس بعد ما كنت واخد برضو اول وثالث يعني كنت ماشي اول التصنيف العالمي. جينا في بطوله العالم كتفي اتخلع في السلاح فما كملتش البطوله. فكانت قبلها بشهرين. فزي ما بقول لك التحضير كان سبحان الله يعني كنا بنحاول كل شويه. قضينا في الرهاب والفيزيو وقت اكبر ما قضينا في التحضير بتاع البطوله. بس الحمد لله يعني كنا الحمد لله جبت الذهب. الحمد لله والله يعني والله الواحد كان يعني بعد البطوله طبعا كان زعلان جدا ان هو ما كملش بطوله العالم بسبب الاصابه دي. بس بيقول سبحان الله يعني الواحد كان ممكن يكسب. بالظبط. دي رساله للناس. ما تعرفش الخير فين. بالظبط. انت ما تعرفش الخير فين. كان ممكن الواحد يكسب في بطوله العالم وبعد كده يجي بقى في الاولمبيكس لا قدر الله ممكن يحصل حاجه. فالحمد لله هي جت في بطوله العالم يعني.